في 25 من مارس من العام 10 و2000 جاءت إلى عيادة الدكتور محمد البوغازي سيدة متزوجة، كانت امرأة جميلة تريد تقويم اعوجاج بسيط بأسنانها. لما استقبلها طار عقله. لما اقتعدت كرسي التطبيب حقنها بمخدر موضعي، ولكنه بالغ في الجرعة. وما أن أحس بالمرأة الجميلة وقد أصابها الارتخاء حتى شرع في فتح أقفال ملابسها، ولكنها فجأته إذ قاومته بما بقي لديها من قوة. نهضت من الكرسي ثم سقطت على الأرض. إذ ذاك تلفع بقناع الطبيب الناصح الأمين وحاول أن يوهمها بأنه عمد إلى فتح أزرار قميصها لمساعدتها على التنفس، لما لاحظ أن المخدر أثر فيها بشكل تخطى الحد المطلوب، كذلك زعم. لم تقتنع المرأة، هي موقنة بأن الطبيب الواقف أمامها كان يريد بها سوءا. أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية واتصلت بزوجها، طلبت منه أن يأتي فورا إلى عيادة الدكتور البوغازي. قالت له إنها ليست بحالة جيدة. ذعر الرجل وانتابه القلق. بعد نصف ساعة كان في العيادة. ما أن رآه الطبيب حتى بادره بالقول إن زوجته لم تتحمل جرعة الدواء المخدر، وإنها فقدت وعيها، وإنه قدم لها الإسعافات الأولية، وإنها ظنت أنه يريد بها سوءا. كان الطبيب بارعا في التمويه براعته في تقويم الأسنان. لم يكن يشعر بأن سلوكه هو بحاجة إلى علاج وتقويم. اقتنع زوج المرأة الجميلة بطرح الطبيب وأخذ زوجته وعاد بها إلى المنزل. في 13 من ماي من العام 10 و2000 آخر النهار، حلت زبونة أخرى بعيادة الدكتور البوغازي. كان الجو حارا. كانت المرأة ترتدي ملابس صيفية خفيفة، تعاني من ألم رهيب ناتج عن تسوس في أحد أضراسها. كانت ملابسها الصيفية تكشف عن بعض مفاتنها. قال للكاتبة إن بإمكانها أن تنصرف. حقن المرأة بجرعة من الدواء المخدر، قام بتنويمها، ولما لم تعد في وعيها اغتصبها. حين استيقظت سرعان ما اكتشفت أنها تعرضت للاغتصاب. كان هو قد حرص على محو كل أثر وتخلص من العازل بأن ألقى به في المرحاض وأتبعه ما يكفي من الماء ليختفي. نهضت المرأة مذعورة، يا لها للصدمة. توجهت نحو النافذة المطلة على الشارع وبدأت تصرخ بكل ما أوتيت من قوة. كانت تستغيث. تحلق جمع من الناس أسفل العمارة واشرأبت الأعناق مستكشفة مصدر الصراخ. بعد وقت قصير طرق باب العيادة مفتش الشرطة. جاء من الدائرة التي تقع العيادة ضمن نفوذها الترابي. توجهت إليه المرأة وقالت إن الطبيب اغتصبها وطلبت بتسجيل شكاية ضده. لم يكن أمام مفتش الشرطة سوى أن يطلب من الطرفين أن يرافقاه إلى مقر الدائرة. استشار العميد رئيس الدائرة ممثل النيابة العامة. كان يعلم أن استعمال العازل لا يبقي أثرا واضحا لعملية الاغتصاب، ولذلك بعث بفريق لتفتيش العيادة. عاد الفريق ولم يعثر على شيء. زعم الطبيب أن المرأة ما سعت إلا إلى استرجاع ما دفعته من مال لقاء الخدمة الطبية التي تلقتها. تم تسجيل أقوال الطبيب وأقوال المرأة في محضر، وتم تقديمهما إلى النيابة العامة التي لم تجد في المحضر ما يبرر فتح متابعة قضائية، وتم حفظ الملف. الذي حدث ذلك 13 من مايو كان إنذارا إلى طبيب الأسنان البوغازي. كان عليه أن يتوقف ويكف عن حماقاته. صار الآن يقامر بمستقبله المهني. خلال الفترة التي أعقبت الحادث الأخير بدا وقد كف عن اغتصاب زبوناته بعد تخديرهن. صار الآن يكتفي بالتحرش بالبعض منهن، يواقع من تقبل. في يوم من صيف ذلك العام جاءت إلى عيادته فتاة في ربيعها 20. كانت تشكو ألما في الأسنان. جاءت تبكي لفرط الألم. ناولها مهدئا وطلب منها الانتظار. لما انصرفت من كن في العيادة أدخلها غرفة الفحص. كان جمال الفتاة لا يقاوم. حقنها بمخدر أقوى من الأول وأشد مفعولا.
لما استرخت ونامت بدا له انها استسلمت، فتح ازرار ملابسها. يومها نسي استعمال العازل، لم تكن تبدي ردة فعل، ولما قضى منها وتره فوجئ بأنها لا تتنفس. جس نبضها، كانت جثة هامدة. سارع إلى محو كل أثر للاغتصاب، اتصل بمصحة قريبة طلب سيارة إسعاف. أكد له المسعفون أن الفتاة ماتت، كان ضروريا أن يتم إخبار الشرطة. وجد طبيب الأسنان نفسه مرة أخرى وجها لوجه مع العميد رئيس دائرة الأمن حيث توجد العيادة. في المرة الماضية لم يكن العميد قد توصل إلى أن يثبت تورط الطبيب، بالرغم من أنه كان شبه موقن بأنه اعتدى على تلك المرأة. نقلت الجثة إلى مستودع الأموات. الفحص الأولي الذي أجراه عليها الطبيب الشرعي أظهر أن الشابة فارقت الحياة نتيجة جرعة مفرطة من الدواء المخدر. أظهرت الأوراق التي كانت تحملها في حقيبتها اليدوية أنها تعاني من مرض في القلب. في سياق التشريح أخضعت الضحية لكشط مهبلي أظهر وجود سائل منوي، أخذت عينة منه كما أخذت عينة من دم طبيب الأسنان وتم تحليلهما في مختبر الشرطة العلمية. كانت النيابة العامة قد أمرت بوضع الدكتور محمد البوغازي رهن الحراسة. بعد مرور 24 ساعة أكدت نتائج التحليلات المخبرية أن السائل المنوي الذي وجد أثره في مهبل الفتاة هو للطبيب، كان دليل إدانة كاف. لما أحضر الدكتور محمد البوغازي لإخضاعه لاستنطاق معمق، رأى العميد أن يتركه يجيب بما يريد، لم يكن يقاطعه. ولما أنهى أقواله قال له العميد: اسمع يا طبيب، عندي لك أخبار أربعة. الخبر الأول: قام الدليل على اغتصابك الضحية. الخبر الثاني: أنك ناولتها مادة سامة تؤدي عاجلا أم آجلا إلى الموت. الخبر الثالث: أنك ستتابع من أجل جناية مهدت الطريق لارتكاب جناية أخرى وعقوبتها الإعدام. أما الخبر الرابع وهذا هو الأهم، أن ضحيتك كانت حاملة لفيروس السيدا. صمت الطبيب وفجأة وقع على الأرض مغمى عليه.